الصليبية. اسمعوا هذا الخبر ولنبكي سويا على أنفسنا. ذكر صاحب الدرر الكامنة في المجلد الثالث الصفحة 202 للتأكيد أن جماعة من كبار النصارى ذهبوا لحفل أمير مغولي قد تنصر، فأخذ أحد دعاة النصارى يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك كلب صيد مربوط، فزمجر الكلب بشدة ووثب على الصليبي فخلصوه منه بصعوبة. فقال رجل منهم: هذا لكلامك في محمد. فقال الصليبي: كلا، بل هذا الكلب عزيز النفس، رآني أشير فظن أني أريد أن أضربه. ثم عاد لسب النبي صلى الله عليه وسلم بوقاحة أشد مما كان. عندها قطع الكلب رباطه ووثب على عنق الصليبي وقلع زوره، فوثب الكلب بعد أن قطع رباطه ووثب على عنق الصليبي وقلع زوره في الحال، فمات من فوره، فأسلم نحو من 40,000 من المغول. غارت وغضبت الكلاب، غارت وغضبت الكلاب، فأين غضبتنا؟ اشتاقت لك الجمادات والأشجار يا حبيب الله، فأين أشواقنا؟ كان الحسن البصري رحمه الله إذا سمع حديث بكاء جذع النخلة على فراق النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول: يا معشر المسلمين، الجماد والجذع يحن إلى رسول الله، الجماد والجذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا تحنون أنتم إلى ذكراه؟